لمكالمة مهمة جدا 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 مع مدير الكورة في النادي الأهلي الكابتن سعد حفيظ. كابتن سعيد، كابتن عمر، ازيك؟ أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله تمام. دلوقتي يا كابتن سيد، يعني معانا صالح جمعه، فبنتكلم وبنقول ان انت حضرتك بتكلمه وبتقول له ان ربنا بيدي البني ادم فرصه واثنين وثلاثه، وده معناه ان حاجه كويسه وان انت فيك حاجه من جوه كده يعني طيبه. انا عايز اعرف هي ايه؟ انا مش عارف. لسه ما اكتشفتهاش حضرتك، اكيد حاجه كويسه. يعني صالح جمعه اكيد معانا يا كابتن سيد، واكيد طبعا احنا بنتكلم معاه واتكلم على العلاقه الطيبه بينه وما بين حضرتك، غير بقى الكلام اللي بيتقال وان كابتن سيد دايما خصومات سيد. عايزين نعرف حضرتك او تقول لصالح بقى ايه وهو موجود معانا. لا يعني انا مقتنع بيها تماما، يعني ممكن تبقى في مكانه كبيره جدا جدا، مش في مصر بس، في افريقيا كمان بشكل كبير جدا ان شاء الرحمن الايام جايه، وان شاء الرحمن يبقى في مكان انا متوقعه ومستنيه ان شاء الرحمن، ما عنديش شك في كده، ان شهر يناير اللي جاي ان شاء الرحمن الصراحه هيفيدنا بشكل كويس قوي، انا متاكد من ده ان شاء الرحمن باذن الله. وانا عارف كويس قوي، عارف كويس قوي امكانياته وقدراته، وعارف موهبته كبيره جدا تمام، فمتاكد منها ومتاكد انه هيبقى اضافه كبيره جدا لينا، ومتاكد من شخصيته كمان اللي هي بتبقى فيها غل شويه، ممكن تبان عند الناس في بعض الاوقات مختلفه، لكن فيها غل كروي، ده حلو حلو يعني. هتلاقي في المباريات حتى اللي بتبقى متعثره ولا حاجه عنده قلب كبير وعنده قوه شخصيه كبيره جدا، تعرف تلائم الموقف او تناسب الموقف، تناسب النادي الاهلي. ان شاء الله الاهتمام ان شاء الرحمن شويه جديه باذن الله، ان شاء الرحمن هيبقى في مكانه كبيره جدا، ولما علينا بالتاكيد بيجي ان شاء الله. متحمس يا كابتن سيد لعوده صالح في اول مباراه مع النادي الاهلي لما يتم قيده في يناير؟ طبعا طبعا، انا من اول ما رجعت وانا يمكن من اوائل الناس اللي اتكلمت معاها صالح، انا عارف كويس جدا الشخصيه اللي انا بتعامل معاها. انت في الاخر شغل، في وقت التلاوات ما فيش عشر في الشغل تمام، لكن كمان انت في قناعات، انا مقتنع بالامكانيات دي ومقتنع بالقدرات والقدرات دي، وعندي اسباب كبيره جدا، والاسباب مش اللي هي بتستنتجها، لا دي اسباب انا عشتها. خد معانا السنه اللي فاتت مباريات كبيره جدا، وخد معانا السنه اللي قبلها مباريات كبيره جدا جدا، وكان بشكل رائع جدا. شويه تركيز، شويه اهتمام زي ما قلت لك، شويه جديه زي اللي هو عايش في الدور ان شاء الله، هيبقى خيال مختلف ان شاء الله، انا متوقعه مني يعني، انا متوقعه ومستني باذن الله. نصيحه من كابتن سعد الحفيظ لاخوه الصغير صالح جمعه. مش غير نصيحه ولا حاجه، يمكن انت شخصيه عارفه كويس قوي الصح من الغلط، وعارفه كويس جدا جدا ايه الطريق اللي يوديها لمستوى رائع جدا والناس مستنياه ومنتظراه. خلي بالك انت صالح عنده الحاجه الصعبه جدا اللي ممكن ناس كتير جدا تعيش زمن طويل قوي ما تحققوش، قبول عند الناس، ده رباني يعني، حاجه بتاعت ربنا يعني، هو عنده قبول كبير جدا عند الناس، فان شاء الله الرحمن باذن الله تتقلب بنجوميه كبيره جدا، وتتقلب بايجابيه كبيره جدا، وتتقلب بنتائج ان شاء الله الرحمن كويسه. كابتن سيد، هل حضرتك شايف ان في تغير في الفتره اللي صالح موجود فيها دلوقتي عكس الفترات اللي قبل كده؟ لا بص، يعني مش مساله تغير، في رغبه، في رغبه بالظبط جدا، وده مهم، ده مهم، بيبان بينعكس تمام، يعني بتشوف كتير قوي، وزي ما انا قلت لعيب الكوره هي عباره عن تضحيات، التضحيات ممكن ما تبقاش عند الناس كتير قوي، لكن التضحيه باكله، التضحيه بخروجه، التضحيه بفسحه، مش كل حاجه هتقولها او حضرتك هتعملها، لان انت في الاول والاخر بتتكلم في نطاق مهم جدا فيه التركيز، ومهم جدا الاهتمام، ومحور حياتك او حياتك هي مبنيه على لاعب كوره، انت في الاول والاخر لاعب كوره، يعني تتواجد في اماكن معينه، تعيش عيشه معينه، تتعامل بشكل معين، فاعتقد ان التركيز على صالح عالي جدا، وانا مستني زي ما قلت لك، ما عنديش شك ان شاء الرحمن انه هيبقى اضافه كبيره جدا لينا باذن الله ان شاء الرحمن من اول يناير ان شاء الرحمن، في اطار السكه اللي هو ماشي فيها والطريق اللي هو ماشي فيه. وانا من زي ما قلت لك يعني، اول ما رجعت كانت اول من اوائل التليفونات اللي عملتها كانت مع صالح، انا متاكد منه وانتظر منه حاجه قويه جدا، بالايجاب ان شاء الرحمن بشكل كبير جدا على نفسه الاول وبعدين علينا. طيب صالح، عايز اكلم حضرتك يا كابتن. طبعا يا كابتن، يمكن اول حاجه بشكر حضرتك على الثقه اللي انت بتتكلم بيها عليا طبعا، والمره دي باذن الله يعني زي ما حضرتك قلت، يعني باين عند صالح ان في رغبه وكوره ورغبه ان هو يبقى موجود، يبقى موجود بشكل كويس. حضرتك زي انا قلت لعمر من شويه قبل ما حضرتك تخش، ان انت من اكتر الناس اللي وقفت جنبي على الرغم من ان الحته الاعلاميه تتكلم في حاجه تانية، لكن انا اكتر واحد عارف ان حضرتك وقفت جنبي قد ايه طبعا،
ودي حاجه انا مش هنساها عمري يا كابتن طبعا. وان فعلا فعلا المره دي يعني زي ما حضرتك قلت ان انت اول ما رجعت وكلمتني كل الكلام ده، انا ان شاء الله باذن الله مش هصغرك ومش وهتبقى قد الرهان ان شاء الله باذن الله، وهبقى مكسب باذن الله. انا متاكد يا صالح، انا متاكد، وبطلب من قناه الاهلي توصل الحته دي بقى وتفضل مستنيها. يا كابتن سيد، يا كابتن سيد والله يعني وحشتنا كابتن وجودك في القناه هنا بقى والتعليقات ده يا كابتن سيد. مش هتيجي يا كابتن سيد كده يعني تاني وتمتعنا بقى؟ يلا خير ان شاء الله الرحمن يا عمر. طب يا كابتن سيد اخيرا اطمن بس سريعا عن النادي. الامور الحمد لله ماشيه كويس، عندنا بدايه قويه جدا في افريقيا ان شاء الله باذن الله نعديها بشكل كويس. مش عايز اتكلم في مبررات ولا صعوبات خالص، انا زي ما قلت ووصفت هي يعني مرحله القلب الجامد، فاي مباراه هتاخدها بقى واي مباراه ترتبها ايا كان الوضع او قدامك فانت هتاخدها بنفس الشعور ده. انا يعني ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله نعمل حاجه كويسه ان شاء الله الرحمن باذن الله. كمان يعني ضيفك النهارده صالح جمعه يكون بالنسبه للناس يعني حاجه ممتعه وكويسه باذن الله، مستنيين وان شاء الله بكره باذن الله في التمرين ان شاء الله. كابتن سيد بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا في قناه الاهلي. كابتن حفيظ مدير الكره النادي الاهلي.